المصرية بمرور 30 عاما على تأسيس مكتب المؤسسة الثقافية المصرية بالقاهرة، ونقوم بهذا الاحتفال قبل عرض أنت وأنا لفرقة المسرح المصرية نور الشمس. نحتفل ب30 عاما من التبادل الثقافي المكثف بين سويسرا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مصر وعبرها إلى مصر طالما كان مركزا ثقافيا وفنيا في المنطقة. منذ عام 1988 تبذل المؤسسة الثقافية المصرية بالقاهرة كل ما في وسعها للجمع بين الفنانين والممارسين في المجال الثقافي، وتركز في عملها على مجالات الرقص المعاصر والمسرح والموسيقى والفنون البصرية طبعا قائمة الشكر طويلة، ولكني لست في حاجة لشكر معالي وزيرة الثقافة على دعمها المهرجان، فذلك أمر واضح وجلي، ولا في حاجة لشكر جميع قطاعات وزارة الثقافة، فالمهرجان مهرجان الوزارة بكل ما فيها ومن فيها، ولكن لابد من شكر ضيف شرف المهرجان دولة سويسرا وأيضا المركز الثقافي السويسري والهيئة العربية للمسرح والمعهد الدولي للمسرح واتحاد الفنانين العرب والمكتب الثقافي بالسفارة الأمريكية على وقوفهم إلى جانب المهرجان والمشاركة في خروج هذه الدورة مختلفة كما وكيفما.